صرت برنامج يا هلا وفريق روتانا خليجية يباركون للزميل علي فرحته بليلة العمر الليلة الزواج في جدة، والأسرة الإعلامية كلها تشارك علي هذه الفرحة. خلوني أنقلكم بكاميرا يا هلا إلى موقع الزواج وهذه اللقطات.
ألف مبروك لزميلنا علي العلياني، وعقبال إن شاء الله كل زملاء في روتانا خليجية والمشاهدين أيضا اللي ما توفقوا في هالليلة الحلوة السعيدة. ربي يسعدكم إن شاء الله، ونفرح فيكم ونفرح في أولاد علي، ويهنيه ربي هو وزوجته في حياة سعيدة، ومثل ما يقولون يعيشوا في ثبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات. نروح الفاصل ونرجع.